اهلا بكم في قناة توماس ستريم. هنتكلم النهاردة عن الفنانة سميحة سميح. هي فنانة مصرية من الزمن الجميل ذات اصول يونانية من اصل يهودي. نشأت في مدينة المنصورة وكانت بنت وحيدة ليس لديها اخوات ودلعت والدها. عشقت الفن منذ الصغر، تمتعت بقدر عالي من الجمال الطبيعي. تعلمت في مدارس اجنبية حيث اجادت اكثر من لغة، فكانت تعرف اللغة الانجليزية والفرنسية والايطالية، وكانت انيقة جدا وتهتم بمظهرها. كانت تحلم بأن تصبح راقصة باليه. تعلمت العزف على آلة الكمان والبيانو، فكانت تخرج كثيرا مع والدها للتنزه ومشاهدة أفلام السينما. بالنسبة لدخولها مجال التمثيل جاء صدفة، حيث اكتشفها المخرج محمد كريم عندما كان يتابع عرض فيلم يحيى الحب في مدينة المنصورة للفنان محمد عبد الوهاب. وكانت تحضر الفيلم الفنانة سميحة سميح، ومن شدة حبها للسينما وفي استراحة الفيلم لمحها المخرج محمد كريم ودار حوار بينهم، ووعدها بأن يقدمها للسينما، حيث كانت شغوفة بالظهور للسينما لدرجة الجنون. وبالفعل أوفى بوعد المخرج محمد كريم، واستدعاها من مدينة المنصورة لتأتي للقاهرة، ورشحها لأولى بطولتها المطلقة مع الفنان محمد عبد الوهاب، لتقوم ببطولة فيلم يوم سعيد عام 1940، وقام بتدريبها على التمثيل، لتتخلص من لهجتها المحلية. بعد ذلك قدمت أدوار ثانوية كفيلم صرخة في الليل، مع الفنان فريد الأطرش ورجاء عبده وفاخر فاخر وبدر لاما عام 1940، وشاركت في فيلم العريس الخامس مع المنتجة أسيا داغر وحسين صدقي وعباس فارس عام 1942. قال عنها الفنان محمد عبد الوهاب إنها كانت ممثلة طيبة جدا وإنسانة طموحة وشيك وبنت ناس وأخلاقها عالية. في فيلم العريس الخامس نشأت قصة حب بينها وبين مساعد مصور الفيلم، وبعد الانتهاء من تصوير الفيلم اعتذرت عن أعمال فنية كثيرة، حيث طلب منها أن تتفرغ للبيت والأسرة. ومن شدة حبها له قررت اعتزال الفن وأشهرت إسلامها وأعلنت الخطوبة بشكل رسمي، ثم عادت إلى مدينة المنصورة لتنهي حياتها نهاية مأساوية، حيث وجدت جثة هامدة في بيتها في المنصورة نتيجة طلق ناري من مجهول عام 1942. وقيل وقتها إن كان في شاب جارها يحبها حب لدرجة الجنون، بس كان من طرف واحد، حيث تقدم لخطبتها أكثر من مرة ولكنها رفضت الزواج منه، وقالت إنها لا ترى فيه فارس الأحلام، وكانت تصفه بأنه بلطجي، وقرر الانتقام منها بعد إعلان خطبتها، حيث قام باغتصابها ثم قتلها بالمسدس الخاص به، وادعى إنها جاسوسة خاصة لأنها كانت تنتمي لأصول يهودية. وبالفعل أغلقت القضية بتهمة اغتيالها على جماعات يهودية، ويقال إنها ظلمت بحفظ القضية. وقد صرح في وقت سابق الفنان محمد عبد الوهاب إنه سمع من خطيب سميحة أن الشخص الذي قتل سميحة رفض الزواج لمدة 30 سنة وبعدها تزوج، ويقال أن هذا البلطجي حكى لناس وهو سكران إنه قتل سميحة بالفعل، وأن هذا البلطجي أيضا ربنا انتقم منه بعد سنوات من وفاتها، حيث رجع إلى بيته وجد زوجته تخونه وحاول قتل عشيقها، إلا أن استطاع عشيق زوجته أن يقتله وفصل رأسه عن جسمه ومات موت شنيعة. ولابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم. رحم الله الفنانة سميحة سميح. ما تنسوش ادعمنا باللايك واشترك في القناة.